اتفق أعضاء اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة على أن يقود حمادة صدقي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 99 منتخب المحليين حال المشاركة في أمم إفريقيا المحليين يناير المقبل. ورفض اتحاد الكرة اقتراح إسناد المهمة إلى مشير عثمان المدير الفني السابق لفريق فاركو بداعي قصر عمر هذا المنتخب. ومعرفة حمادة صدقي بمعظم اللاعبين الذين لعب بهم مباريتي التصفيات أمام المغرب. ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة قراره النهائي سواء بالمشاركة أو الاعتذار خلال الساعات القادمة.